قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلية إقامة حي استيطاني جديد يضم أكثر من 10,000 وحدة استيطانية جديدة شمال غرب القدس المحتلة. ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية هذا القرار بأنه أكثر قرارات استيطانية تصعيدية خطورة واستفزاز للشعب الفلسطيني وإرادة السلام الدولية، وأنه محاولة احتلالية مكشوفة وحاسمة لفصل القدس الشرقية المحتلة عن امتدادها الفلسطيني. وطلبت الخارجية الفلسطينية الإدارة الأمريكية بتحديد موقفها بوضوح من الاستيطان وعمليات تعمقية وتوسعية على حساب أرض دولة فلسطين.